يعني وشي تاني تقب أكيد. اسود ابيض ولا اسود ابيض ولا اصفر بتحبيه ولا روز؟ بدك ثلاثة فهمان عليك انا. لا ما بدي ثلاثة. شو بدك حبيبي اكل؟ انت شو بتحبي الابيض ولا الروز ولا كلهم. الاصفر؟ لا والله بحبهم كلهم بس اصفر. اصفر؟ بحسه انا ما بعرف هو اللي بيلبس اكثر بالعرس. شو بدي بالعرس؟ بيهمني انت شو بتحبي؟ شو بدنا الناس شو بدها تحب؟ نحن انت شو بتحبي؟ انا مثلا بحس الابيض كلاس مثلا. بحس الاصفر مو كلاس، الروز كلاس كثير مثلا. مثلا بس اخر شيء انت شو بدك؟ شو بدي شو بدي انا؟ انا بالنسبه لي ما بدي شيء. ولا واحد فيهم. لا ما بدي حلبس شيء، انا شو بدي البس؟ خاتم. صحيح الخاتم تاعي عن جد عندك؟ والله بشرفك معي؟ ليش كنت خبيتي طيب؟ بس يعني ليش حلفتي بالله ذاك النهار؟ ما حلفت بالله. لا قلتي والله ضايع. كان ضايع ولقيته. وين لقيتي؟ بالدولاب. دولاب لقيتي؟ مو بالدولاب، بالجاكيت كنت لابسها ولا مرة قري. وبنضل فيها. طب هاتي لألبسه. ليه؟ طيب حالي ما رح ألبسه. مهم. بدك اياه تلبسه؟ لا لا لا. طب ارسالك على بر، بدك ولا مو بدك؟ شو بدي؟ تلبس. محبس؟ محبس؟ قبل كنا نحكي على كانت عندنا مدام ديما وجاب لنا كانت تحكي لنا على الهدايا وعلى الكذا. وفي يعني كيف تقدم ال كادو سوفينير ولا شيء، قالت هاي بيحطوه كات للعرس. بتحكي ام هذه في قالت لا زي ما احنا نعمل، احنا بكره عندنا خطبه ملك ومهدي. قالت لا هذه مو خطبه، ما بيحكي على الخطبه، نحن بنحكي على الزواج. قمعتها. يعني ما المشكله ما علقت عليها، قالت لها لا مبروك ولا كافة حكي. بحس اني يعني في بيضحكوا بيعملوا هيك من مكان ما اعرف مين، يمكن ما بعرف مين كان جنبي. الله يهني سعيد بسعيدة، تنتون بتنتون. خلصين من القصة. محمص ضروري البس انا؟ شو الفكرة يعني؟ فكرة أنا ماني ضد، بس شو الفكرة؟ ما فكرة، رابط بيناتنا بيربطنا أنا وياك. هو الخاتم بيربطني أنا وأنتي؟ ماشي. هاي بيقعدة للقلب هذا. ليه بلبسه هون؟ لا ليه؟ حبيبتي أنا بعرف القلب هون أنا. ها؟ أنا بعرف القلب هذا الطرف.